أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. التضامن تعلن تقديم موعد معاشات شهر فبراير في البريد والبنوك. أهلا بكم مرة ثانية. تفاصيل الخبر، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم موعد معاشات شهر فبراير التي تصرف من منافذ البريد وبنك ناصر والبنوك ليبدأ الصرف جميع المعاشات اعتبارا من يوم السبت والحد المقبلين. قالت نيفين الكباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان يوم الخميس إن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 سيبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد. وأضافت الوزيرة إنه في اليوم التالي سيتم صرف معاشات فبراير من خلال كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك مصر. وفي المعدات تصرف المعاشات من منافذ هيئة التأمين الاجتماعي في اليوم الأول من الشهر، في حين تصرف المعاشات من البريد اليوم الخامس ومن البنوك اليوم العاشر. وبحسب بيان وزارة الوزارة يستفيد من المعاشات ما يزيد من أكثر من 8 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقترب من 15 مليار جنيه. وذكرت القباج انه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلية التابعه للهيئه ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالاموال اللازمه والكافيه للمواطنين لصرف مستحقاتهم. واكدت الوزيره عدم انصراف العاملين حتى حصول اخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعه للهيئه على مستحقاته الماليه، وذلك تنفيذا لسياسه الدوله للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين. يذكر إن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن 3 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية أكثر من 4 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي أكثر من 6 مليار جنيه يتم صرفها إلى أكثر من 3 مليون قائم بالصرف، في حين يتم صرف أكثر من 4 مليار جنيه للمعاشات من البنوك لما يزيد عن أكثر من مليون ونص قائم بالصرف وفقا للبيان. يعني اللي يفهمه من الخبر ده ان المعاشات اللي محولة على البنوك يوم 10 والمعاشات بتاعت البريد يوم 5 والمعاشات يوم 1 كله هينقبض يوم 1 ويوم 2 في الشهر ان شاء الله. اتمنى لكم قبضا سعيدا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو او اتبسطتم بالفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل